اكيد لازم لون الالوان الغامقه اولا. داكور. اللون الغامق باسكو اللون فاتح ما يغطيش الشيب، الشيب ديجا فاتح اكيد. صافي في اختيارنا لش في الارقام كي نشرو الالوان تاع الشيب نشرو الالوان اولا الدائمه وليس نصف دائمه. الالوان الدائمه فيها ماده الامونيا اوكي، والنصف دائمه ما فيهاش الامونيا، يعني من 15 غسله 24 غسله تروح. داكور اكيد. وفي الالوان توجو خاصنا نخيروا الرقم اللي وراه الصفر، بار اكزومبل 3.0 2.0 كما نقولوا حنايا البني الطبيعي. داكور. الصفر هذاك عباره عن محايد، المحايد هذاك شي يدير يعزز اللون، يعزز لنا اللون عفوا اكثر لمده اطول، يعني باش ما يفسخناش اللون من الشعره ويبقى البيغما ولا الصبغيه تبقى في الشعره. داكور. الصفر هو لازم كاين تروح تشري ثلاثه كما نقولوا لو شاتان سوندغي لو شاتان كلير سوندغي ما يتغطالهاش شي 100% باسكو علاه ما فيش المحايد. المحايد هو اللي عززنا، مره نلقى صفرين يعني المعزز او المحايد مكثفين منه بتبقى لاكولور مده اطول في الشعر. اوكي. وضروري جدا نستعملوا اوكسيدون عيار 20 وليس 30، احنا خاصنا نغمقوا ماشي نفتحوا. داكور. لازم العيار يكون 20 باش الشيب يتغطى ومده الوقت نتاعو، يعني ابليكيناه كملناه دروك باغ اكزومبل على 10 وربع 11 و20 نغسلوه، لازم ناخذوا الوقت كامل يعني ساعه باه الصبغيات يتستفوا في الشعره كامل. أوكي. ماشي ربع ساعة 10 دقائق ولا من بعد 20 مينوت ما طولنا. لا لا الكتريسبيكتي كاين دي بوات تلقاي فيهم، يعني كل ماركة وكيفاه، كاين تاع الجزائر كاين تاع الخارج كل وحدة وكيفاه. ثاني كاين الكيلة، لازم كيلة بكيلة، كاين كيلة بكيلتين تقراي تلقاي في العلبة واحد على اثنين معناها كيلة بزوج تاع أكسيدون. وين نلقاوها مكتوبة هذي؟ تلقايها في العلبة، تلقاي واحد على واحد أو واحد على اثنين. من لورا وين؟ تلقايها مكتوبة كيف دي بوات مكتوبة هنا. أوكي. وكاين مكتوبة في لو ميشي، هذا كاين اللي تلقاها في لو ميشي. تلقاي حتى لو طون دو بوز يقول لك الالوان الفاتحه يقعدوا 50 دقيقه والالوان الاخرين شحال يقعدوا. والاكسيدون يستعمل الدوبل في الالوان الفاتحه جينيرالمون نروحوا بالدوبل تاع الاكسيدون سيدو ما يخرجوناش. داكور. كل ميشي كل ميشي صافي خصنا كل نوع تاع ماركه تاع كولور نقراو عليها نديروا عليها فورماسيون باش نخدموا بها. على بها كاين بعض صالونات الحلاقه ما كاينش كولوريست في الصالون. أيه؟ يعني تلقى مثلا حفافه نورمال، يعني تقدر دير لك لي ماش تقدر دير لك بصح الي با كولوريست، يعني مش بروفيسيونيل. ماشي بروفيسيونيل يعني لازم يكونوا اجور في لي فورماسيون سورتو، واي ماركه نشروها يعني يكون عندنا معلومات عليها ماشي غير نجيبو. ماشي كاع الماركات كيف كيف كيما قلت لك، كاين لي كيلا بكيلتين سينو ما تخرج. وحتى لو طون دو بوز ماشي كيف كيف، يعني وقت اللي تخليه ماشي كيف كيف. داكا. صبغه عاديه صبغه غير عاديه كيما هنايا جينيرالمون الشيب نستحقوا كيلا بكيلا، نستعملوا حنا الميزان تاع الكاطو باسكو يكون يكون لوكسيدون اكثر من الصبغه ما يتغطالكش 100%. كنت قلت لا ديرنيغ فوا مع اسمها اللي ما فاتت جوج معايا ربي شاهيناز. شاهيناز كنت قلت لها جامي تسعف عليا اليوم شاهيناز. كنت قلت لها جامي رحت لصالون دو كوافير وشفت ميزان. كاين 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 اللي بالك يعني وين يخلطوا دسينه يخدموا بيه. دسينا هادي دسينا باسكو لازم على بالك بلا الميزان ما كاش كيفاه. تخي بيان. تعيا تكون خبيره. اوكي. حنا تغطيه الشيب يعني ضروري جبنا هنايا دميه، كاينه ثاني تكنيك دو غاتخاباج نهضروا عليها ودوك نوريكم كيفاه. في التقنيه يعني بزاف اللي عندهم الشيب كي يروحوا زعما مورا شهر تهبط لها سنتيم زوج تاع الشيب، ماشي يروحوا يابليكو غير الجذور فقط، يروحوا يابليكو من فوق للتحت. منها يخرج لها منها فاتح ومنها غامق، وبالوقت الشعره تتهشش وتتكسر. علاه ما دارتش غير لي غاسين جوست، دارت فقط دارت البيزبل بلايص. اوكي يا فات سوسي. داكور يا فات سوسي. اوكي نعاود لكم يعني هنايا اللي زعما جونغ يواسوا الكولوغاسيون تاع الشيب وحدهم في الدار يديروها. يا ريت لو نخدموا على هذا الجانب تاع راس الدميه ديالك حتى يشوفوها معنا في الكاميرا. اوكي صح نسيبارو يعني نوريكم التقنيه توجور نسيبارو على اربعه بيان سور. نديروا لافازلين في الجلده تاع الوجه تاع الزبونه باش ما يلصقناش باسكو سي كولور بيرمانونت بالذات الالوان الغامقه ما يطيروش. نسيبارو توجور على اربعه. اكيد نستعملوا القفازات ضروري لانها مواد كيميائيه تبروفوكي حساسيه بزاف ماشي سهله. دونك نسيبارو على اربعه توجور لا تكنيك تاع لابليكاسيون تاع الشيب نبداوها من الامام. اوكي بيان سور باسكو حنا لا ماجوريتي جينا الشيب منه بالبزاف بالبزاف. نبداو التقنيه تاعنا نابليكو نروحو كيما هكا بار اكزومبل هذه زبونه وعندها الشيب طلع يعني بعد شهرين 2 سنتيمتر. داكور. راح نابليكو نجيب لو بانسو تاعي لو برودوي تاعي على سبيل المثال كي راح نابليكي جوست الجذور.
ما راحش نابليكي من الفوق للتحت داكو. باش ما نخسر لهاش شعرها باش ما يكونش عندي عده الوان يعني اكزاكتومون ما تكونش كاينه ان دي ماركاسيون نروح به كيما هكا نابليكي ونروح كامل كامل راني كاع نابليكي وراني رحت نكمل كاع هاد لو كوتي ونعاود نروح ثاني هاد لو كوتي نعاود هذا نعاود هذا كي نكملهم كاع نشوف شحال الوقت نحسب ساعه مورا ساعه نغسلو لها شعرها يعني بيكون بالماء الفاتر باسكو الماء سخون هو يعني من اسباب يعني فسخ اللون يعني يروح اكيد يعني الصبغيات الجزئيه تاع الصبغه يخرجوا بسبب الماء سخون حنا درجه الحراره تاع الماء على حساب لو طون يعني الا كان كنا في الشتاء لا لا فكان كنا في الصيف كولوراسيون تفسخ من الماء سخون ويلق شامبوان يعني شامبوان خاص بالشعر المسبوغ داكور ان شامبوان ابري شامبوان بليتو ثاني خاص بالشعر شامبو كولوري اكزاكتومون به ثاني ايفيتو لي سوغ الحراره باسكو كاين اللي تقول لك درتها من النار فسخت لي رجعت بالحموريه باسكو الحراره هي اللي تبدل اللون دفيري لا كولور اكبر عدو للشعر كولوري سي الحراره بغا مسحوب ولا لون دبيري لا كولور دونك خاصنا هنايا نعرفوا كيفاش نابليكو لي كولور وبزاف ثاني اصحاب الشيب اللي غلطوا يشرو الصبغه بدون امونيا سونز امونياك سونز امونياك يستعملوها مثلا اللي بغوا يجربوا يديروا الالوان الجريئه ويخافوا زعما يملوا ويبدلوا يعني تروح تمتم سونز امونياك من 15 حتى 24 غسله تروح ما تروحش تمثل بالغسيل التدفيري تروح باسكو ما فيهاش لامونياك ما تتفيكساش امبوسيبل تتفيكسها داكا بار كونتر هذه كيما نقولوا الصبغه الدائمه فيها لامونياك ويعني قلت لهم باللي لازم الرقم اللي وراه الصفر اللي ما وراهش الصفر ما يغطيهمش ما يعطيهمش تغطيه كبيره للشيب داكا لازم كيما هكا ضروري انهم يستعملوا ايضا العيار اوكسيدون 20 وليس 30 كون يروحوا يديروا اوكسيدون عيار 30 تخرج الصبغه فاتحه ويبقى الشيب ماشي مغطي يبان اكزاكتومون يعطيك الصحه الله يسلمك صحه شكرا لك وتبقى توجور نقولوا للناس بلي روحوا للصالونات يعني انه اللي تصبغ وحدها في الدار تبقى توجور ان ريسك ريسك كبير كبير نعم توجور يبقاو لي ديفو لا ديماركاسيون لا ماجوريتي جوك نصه لون بلون وتلقاي الشعر هذا ثاني هش على كل شهر يعاود يطبقوا من فوق لتحت لوكسيدون ماده كيميائيه تدمر الشعر صافي نعرفوا التقنيات لو غاتخاباس سي فري باش نحافظوا على شعورنا وميم طون يبقى شعر شباب ويبري وكيفاش يبقى شعرنا يبري واش لاستيس تاعك اللي نديروه بعد لاتانت باش يبقى شعرنا بغيه ماسك ماسك بور شوفو كولوري كاين لي شامبوان لي ماسك بور شوفو كولوري وثاني قبل الحمام ولا الدوش نديروا كيما نقولوا لي بيد ويل اكزاكتومون من هاي طوال الشعر من هاي تسقم وحتى لي سوين كابيلار اللي يقدروا يديروا لي سوين كيما الفيلر بروتين كولاجين ثاني راهو سوان راهو يدور بزاف لي سوان يعني هي شاك تيب دو شوفو كاين اللي تاع الشعره كاين اللي شعرتها رقيقه كاين اللي متوسطه كاين اللي كيرلي حسب لو سوان اللي باغيته هي نتبعوا نوعيه الشعر